بيفضل باسم يوسف وهو أول شخص مصري يوري أو يخلي الناس تعي للقضية الفلسطينية هو باسم يوسف. باسم يوسف عمل شيء رائع في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء أحد العروض بتاعته اللي هو ستاند أب كوميديان، عمل حاجة أعتقد إن إحنا إيه رأيك يا سوير؟ نسيبهم يتفرجوا عليها ونطلع؟ هنسيبهم، بس هو حاجة مهمة وهو ذكي جدا في اختياراته، ان هو يقول لهم ان احنا هنفاجئكم بحاجة، ويعمل الدبكة ويشغل الأغنية الشهيرة على عهدي على ديني على أرضي تلاقيني. فالعرض ده في 2000 شخص تقريبا، وكان الإحساس والحماس قوي جدا زي ما هنشوف دلوقتي. هنسيبكم اسمحوا لنا هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حوارنا، بس هنسيبكم مع آخر لقطات عملها باسم يوسف على مسرح من مسارح الولايات المتحدة الأمريكية. Asking you now to get your mobile phone out, to put your video, to share it as much as possible, because we have a little bit of a treat for you. Hey Randy, hit it.